سلام يا سلام، كتبقى هذه الأغنية من الروائع ومن الخالدات في خزانة الأغنية المغربية والموسيقى المغربية. أغنية جميلة حقا. بدينا بها حلقة اليوم من برنامج دندنة مع عماد بهذه الأغنية الجميلة اللي هي كان يا مكان لمبدعها الأستاذ والعميد عبد الوهاب الدكالي، وكذلك لننظم الشعر ديالها الأستاذ محمد الباتولي بهذه الأغنية وعلى الأنغام ديالها وبالإيقاع ديالها الجميل وهذه الانسيابة ديالها في اللحن. فكنقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكل مشاهدينا الكرام، سواء كنتوا داخل أرض المغرب أو خارج أرض الوطن، نحييكم ألف تحية. ودائما أنا جد سعيد أنني نلقاكم في حلقة من حلقات البرنامج، طبعا مع الطرب والدندنة وحتى مع كل ما هو يروج في الساحة الفنية المغربية وحتى العربية. الأكيد اليوم كذلك الحلقة لن تخلو من الطرب، غادي نمشي وغنبحثو شي شوية ونغوص في الخزانة ديال الأغنية المغربية والمشرقية، ولكن خصوصا حنا كتهمنا الأغنية المغربية، يعني غادي نسمعوا واحد القطع قلما تغنت في برامج التلفزيون بالمغرب، ولكن كذلك ربما لأول مرة غنسمعوها أو ثاني مرة في برنامج دندنة على القناة الفضائية شادة تي في. فالأكيد اليوم معي واحد من الفنانين اللي كيجتهدوا كتير وكينشط وكيبحث، اللي هو الفنان يحيى صابر. أهلا بك يحيى. أهلا وسهلا، شكرا سيدي عماد، ومن خلالك أنت كنقدم الشكر الجزيل للقناة شادة تي في في الشخص ديالها سي رشيد حياك، وكذلك الطاقم الصغير على إنجاح البرنامج وإنجاح كذلك القناة برمتها، ومزيد من التوفيق إن شاء الله والاستمرارية. الله يبارك فيك، مرحبا وألف مرحبا. قبل البداية الأكيد دائما أنا كان بغي نحيي كذلك، طبعا كان نحيي السيد رشيد حياك، ثم كذلك نحيي كل الطاقم الفني والتقني ديال القناة شهد الناس اللي كيشتغلوا في الخفاء. كذلك كان بغي نحيي في البداية أصدقائي الفنانين الموسيقيين، طبعا مراد ودريس نيجرا ورشيد برا وعادل أصوري، تحية لكم خاصة اليوم كذلك. لأن هاد بعض الأغاني اللي غنسمعوا اليوم، فلما كنت كنحضر أنا ويحيى في الحلقة فبغيت شي حاجة اللي ما غنيناهاش بزاف، واليوم غادي نسمعوها الأكيد، ولكن كتطلب شي شوية المجهود بأن نسمعوها ونشوفوا البارتيسيون ديالها ونقراوها، والدراري بيان سور الإخوان تيمرنوها غير شي شوية، حيت كاين دوك الأبجديات اللي معروفين جدا. حنا كندوزو في البرنامج أغاني بتلقائية، يعني كنجي وما كاينش تمارين ما كاينش، ولكن بعض الأغاني كيخصها شي شوية ديال التمرين لأنها كتكون شوية صعيبة ومعقدة، ولكن اليوم غادي نسمعوها الأكيد. فيحيى كيدير الأمور، كيدير كاين شي رواج فني؟ الحمد لله ما يخش الخير، الحمد لله كاين شوية، كاين سهرات بدات شوية، يعني كنشوف يعني كثير بعض الجمعيات كتنشط في هذا الباب هذا، ولكن كنشوف مزيان الدور اللي كيقوموا به بعض الجمعيات. طبيعة الحال يعني جمعيات الحمد لله في المغرب، مجموعة المدن المغربية صراحة كيشتغلوا، هما صراحة كيقوموا بالدور اللي خصها تقوم به في نظرية وزارة الثقافة، ولكن الحمد لله مشكورين انهم كينظموا هذه السهرات على مستوى يعني كيبحثوا على المطربين المعروفين، المطربين شباب، وكيدوزوا كذلك بحال اللي كيدوز البرنامج ديالكم، يعني قطاع مغربية ومشرقية على مستوى راقي جدا. حب بدلهم ان شاء الله حتى وزارة الثقافة والوزارات الوصية ان تدعم هذه الجمعيات ودير فيها أنشطة أخرى باش يبقى الحمد لله يعني في المستوى الذوق، أكيد على التذوق الموسيقي المغربي. أكيد نطلب وكنتسناو من وزارة الثقافة أنها كذلك تزيد يديروا مجهودات أكثر وأكبر في هذا الميدان، في تنظيم هذا يعني هذه الجلسات الطربية، لأن درنا لو تيست دنيير مو وكنشوفوا بأن كاين الجمهور الحمد لله. أكيد يعني لا صال كتعمر سواء هنا في في في, في كازا أو في الرباط أو في يعني تشوف بعض المدن المغربية حتى في مراكش، ربما أكيد. في المسرح كما فينك في مراكش كنشوف بأن كاين تجاوب، الناس كنشوفوا شباب اللي تيغنيوا هذه الاغاني المغربيه والعربيه المشرقيه، وكيكون واحد التجاوب كبير، كتكون يعني لا سال بلان. اكيد الحمد لله، يعني غير تجربتي في مجموعه ديال المشاركات مع جمعيات لا في الدار البيضاء لا في الرباط لا في مراكش مدن اخرى، كتمشي كتلقى اولا كاين شباب يعني صغار في السن كيتعاطوا لهذه الالوان الموسيقيه الراقيه جدا، والجمهور كما قلت يا استاذ يعني كتكون لقى يعني ممتلئ الاخره، يعني كاين التجاوب، غير خاص ديك الاستمراريه، لان ديك الاستمراريه كتعطيك واحد الدعايه، تكون واحد تكون صاحبه واحد الدعايه اعلاميه، وناس اللي كيسبونسوريجو في الموسيقى ولا يمشيو حتى التوجه الموسيقى الطربي، حيت هو لا يصح الا الصحيح. نعم. حنا نمشيو مع الوان شبابيه مع موسيقات مختلفه، ولكن اللون الطربي كيبقى دائما عنده الدور ديالو الفعال. انا تنقول رب رايي بحال الالوان الشبابيه كنلقاوها الالوان الشبابيه تلقاوها في البرامج في اذاعات، شويه اللي بغى يمشي يشوف كيلقاوها مثلا تا كاين
تلقاو في لي سال سينما تيديروا بعض لي سبيكتاكل، تلقاو في مهرجانات هذا الشيء الشعبي كما قلنا الالوان الشبابيه، ولكن هاد واحد يعني واحد الجمهور ذواق لكل ما هو زمن جميل وكل ما هم اغاني يعني ثقيله جدا، فما كيلقاش ما غاديش يمشي المحل مثلا واحد الملهى ليلي او لا في مطعم غادي يسمع هاد الاغاني، ما غيلقاهمش، غادي يلقى اشياء اخرى. حنا ما تنقولوش بالعكس، حنا راه كنمشيو للمطاعم وكنسمعوا الاغاني في المطاعم وكيعجبنا ولكن ما تلقاش هاد التخت ديال الاغاني. هو التخت تلقى بحال هاد البرامج هكا او في الجمعيات اللي كتنظم سهرات او الناس اللي كيديروا جلسات خاصه. تنخدوها حتى من ديك الفتره اللي كانت كورونا، الناس كانوا مغلقوا عليهم في البيوت، فمن بعد ولات الجلسات ولات متوفره، اصدقاء بعضياتهم كيجتمعوا، تيعيطوا المطرب من فرقه موسيقيه او مطرب آلة العود، فكيجبدوا من التخت المغربي والعربي، وكتلقى الناس كيناقشوا معك حتى الكاتب الكلمات، الملحين، الزمن على الصعيبات، الظروف ديالها، فهذا نوع من الثقافه كنحتاجوه، ولكن خصو يخرج الاعلام. ثم الحمد لله يعني واحد مجموعه الاشخاص كتلعبوا واحد الدور، ولكن خص تكون الكثره باش يبقى الحمد لله الحفاظ على هذا الموروث الثقافي. يعني واحد يد وحده راه ما يمكنش تصفق، واخا كنعرفوا نصفقوا مره كنصفقوا بها شي شويه، واخا نديروا بها الحس، لا ما عندناش مشكل. طيب يلا يحيى نسمعوا اول قطعه يا زوينه جميله جدا، قصه الاشواق ديال الفنان سي محمد الحياني رحمه الله. قصة الأشواق هذه تاهي فيها قصة عندي معها أنايا، ولكن نسمعوها من بعد نرجعوا نهضروا. وهي طبعا من أشعار الشاعر الكبير ديالنا سيدي رفيع الجواهري، من الألحان الموسيقي العظيم المرحوم سيدي عبد السلام عامر، ومن الروائع المغربية واللي ما نقول كذلك العربية لأنها قصيدة راقية، وأنا لي الشرف أن نقدمها لكم اليوم في هذا البرنامج مع الفرقة الموسيقية الرائعة الأساتذة، ومن هذا المنبر كنشكرهم يعني على المجهود ديالهم في التدريب، شكرا لكم كثيرا. تفضل جفايا رقراق فاسكب حمي السحر في الأحداث دحي أنا
قد جفا يا رقا راهاق فسكوا بحمي السحر في الأحداث تشتاق لتقضي في الإبحار في رحلة وتعود بالأشواق حضنك لا على الآفاق هالشمس لو غربت على أبراجها نامت بحضنك لا على الآفاق الشمس لو غربت على أبراجها نامت بحضنك لا على الآفاق وإذا سحت غنت لأشراقك أهدت لتدرك قبلة لشراق الشمس لو غربت على أبراجها نامت بحضنك لا على الأفاق الشمس لو غربت على أبراجها نامت بحضنك لا على الأفاق وإذا سحت غنت لأنغامك أهدت لصدرك قبلة لشراق رق عمر الجمال وقت
قصة الأشواق.
غير الإغداق دي في الحقول الخضر كالحلم دي في الحقول فكلنا عشاق رق عمر الجمال وقصة الأشواق. يا سلام عليك تبارك الله عليك. مشينا معاك في يعني فريمون سمعناها بتمع عيون وتبارك الله عليك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. شيء جميل جدا. طبعا مرة أخرى كنعاود نذكر بأن هذه قصة الأشواق للفنان سي محمد الحياني، طبعا نظم شعرها الأستاذ عبد الرفيع الجواهري، كذلك هي من ألحان الأستاذ الراحل ياما، أعطى كذلك الأغنية المغربية والقصيدة الأستاذ عبد السلام عامر. فينا ما هذا القطاع دي لأن صعب حتى في الحفظ، القمر الأحمر، قصة الأشواق، راحلة وغيرها، وشاطئ وإنا ملهماتي، وعلى العديد العديد من يعني بس. ولكن أنا كان نحي في كانت مسألة أنك كتحفظ كتجتهد يعني هذا القطع اللي ما تتغنش دائما. يا أنا حتى في الحالة دي كان نقول دائما بأن المطرب بصفة خاصة يعني بالنسبة للجمهور كيف ديما تدير واحد النوع ديال الاستفزاز، ليه استفزاز إيجابي يعني للموسيقي ولا الجمهور، كتعطي حويجات اللي كاينة في البرنامج الغنائي ولكن غير متداولة، ربما تم أصحابها كانوا ربما في بعض الفترات كانوا كيغنيوا بعض أغاني وتيظلموا بعض القطع أخرين لأنه في ريبيرتوار، ربما لديك الوقت ربما سهرات كتكون بواحد شكل معين، فأنت في هذه الجلسة الطربيين كتلقى هذا القطع هذو يتناسبوا مع هذا بحال هذا البرامج هذو يعني تنوعية البرنامج كيوحي لك ربما شنو خصك تغنى به. لا حتى على مستوى لما حضرت لك السهرة مؤخرا، حتى على مستوى الأغنية المشرقية مثلا. نعم. أغاني الأستاذ محمد بلواب، فكتمشي الأغاني يعني الكرناك أيها الراقدون، يعني هادو اللي ما مشي متداولين يعني صعب شي شوية يعني الواحد يكون حافظهم إفكتيفمون كنسمعهم غير. ولكن حنا اليوم أنا بغيتها تكون جلسة طربية 100% باش نستمتعوا مرة ونقلوا الكلام ونكتروا من الغناء إن شاء الله. ولكن واخا جلسة طربية غادي يكون معنا فنان جميل كذلك غادي غنى شوية ديال الراي شوية ديال نخففوها شي شوية في الأخير إن شاء الله. طيب سبحان من جمالك، هذه من الروائع اللي كان اللي كتعجبني كثير ديال الاستاذ المدرسه الكبيره وديع الصافي. هذه من الالحان وديع الصافي طبعا، والشعر ديالها كتبو إلي شيري إلي شويري، وهذا الشعر هذا كان عايش في الكويت بضع سنوات، وكيفاش جات الفرصه كانت واحد الفرقه موسيقيه سافروا معهم المطرب وديع الصافي باقي في الشباب ديالو وعدات مطربين اخرين ملي مشاو للكويت داروا واحد العروض تما، فهذاك الشاعر جاء الحنين للرجوع للبنان. نعم. فاول ما رجع الرجوع ديالو فاول ما تعامل في هذه القصيده عطى سبحان من جمالك للاستاذ وديع الصافي، وتا هو عطاها واحد الانغام جميله وايقاعات يعني راقيه جدا وفي المستوى الطربي.
وأنا من هذا المنبر بغيت نهديها لكل مشاهدينا، ولكن خصيصا لواحد الشخص عزيز على قلبي وعلى المدير رشيد حياك اللي هو الأستاذ جوزيف. جوزيف كنهديه لك سبحان من جملك. تفضل. خاص سبحان من جملك بالحسن أو دللك، سبحان من جملك بالحسن أو دللك، دغدغت عودي على يدي وغنيت لك. سبحان من جملك بالحسن أو دلالك، سبحان من جملك بالحسن أو دلالك، دغدغت عودي على يدي وغنيت لك. بنيت من مخملي في أضلعي منزلك، بنيت من مخملي في أضلعي منزلك، إذا نسيت الهوى لا تنسى من دللك، إذا نسيت الهوى من دللك. سبحان من جملك بالحسن أو دللك، سبحان من جملك بالحسن أو دللك، دغدغت عودي على يدي وغنيت لك. بالسحر إذ كحلك
الصباح إن قبلك ومن خيالي دجا بالسحر اتكحلك تحكم الحسن يا مولاي وهو الملك فأنت بدر على أفقي وقلبي فلك تحكم الحسن يا مولاي قلبي فلك إن الفراش الذي عند الربا استقبلك قد مل قطر الندى لما رأى من هلك سبحان من جملك بالحسن أو دللك سبحان من جملك بالحسن أو دللك دغدغت عودي على يدي وغنيت لك طيب فبالنسبه لك يحيى صابر كانت عندك شي تجربه انك خديتي هذه الاغاني علاش ما تفكرش مثلا تاخذ هذه الاغاني الروائع وتعاودها لان الناس امس الحاجه ان تسمعها ولكن بتوزيع يعني بتوزيع جديد ما نجتهدوش كثير يعني ما خصناش نجتهدوا على مستوى التوزيع نحافظوا على نخليوها غير بغيت نقول بالتقنيه يعني صوت زوين تسجيل صافي لان كنلقاو مثلا الاغاني ولكن كتكون شويه مع دبا الاذن والفات على انها تسمع تسمع توزيع موسيقى دابا جديد مثلا التقنيات الجديدة والصون جديد استوديوات آخر ما غنت أم كلثوم كما تيقولوا علاش ما تفكرش دير هذا سبق لي درت التجربة كنت شحال يكون صدرت ألبومين ألبوم درت فيه إعادة لبعض الأغاني الطربية وألبوم في الموسيقى الروحية الصوفية والحمد لله كان لقاء إقبال ولكن كانت فكرة إن شاء الله ممكن نشتغل على هذا عاوتاني هذا هذا بالنسبة لك الألبوم اللي كنت درتي ما كانش فيه كان يعني أغاني متداولة يعني متداولة ما درتش بزاف هاد القطع أنا بغيت بحالك بحال دابا هادشي الغابر مزيان إن شاء الله كان وعدك إن شاء الله بإذن الله ندير إن شاء الله بإذن الله يعني فكرة زوينة وكاين عندها القبول عند الناس الحمد لله كاين السميعة وكاين لا تنسمعوا حنا الأغاني بطبيعة الحال ولكن كنلقاو إلا بغيتي حتى يوتيوب كيعاونك دابا يعني ممكن دابا تسجل ولكن ماشي بصوت يعني تسجيل ديال 2024 ماشي هو تسجيل ديال السبعينات والستينات ربما غتكون دابا حتى الموسيقى غتعاونك يعني في واحد التوزيع موسيقي في لي بريك ولا صافي ولا يعني بزاف الامور ان شاء الله على عين طيب وإلا خصك شي حاجه احنا معنا المهندس الصوت معنا عادل اللي كنحيو تحيه خاصه اللي ما ديرش هذا انا من هذا المنبر صراحه كنشكرو بزاف يعني كانت الحمد لله قبل في البرنامج في الحلول القديمه كانت الجوده زوينه ولكن الجوده احسن صراحه دابا يعني هذه ملاحظه يعني في حق السي عادل الله يجزيه بخير والطاقم طبيعة الحال الاخراج والطاقم المساعدين وحنا الجميل عندنا هنا في شاده وخصوصا في دندنه كل شيء حتى لي تكنيسيان فنانه كاين اللي تيعزف كل شيء تيعزف هل اللي كيعزف الجيتار اللي تي البيركوسيون تبارك الله هل الباتري غير ما يغني مش ما يديوناش البلاصه الغنيك عليك يضرب طريجه فين راه غادي نمشي واحد فيكم نقول له يجي بان يحضر الكاميرا هنا كنحيي كل اصدقائي الاخوانيين التقنيين الحمد لله عندنا الفقره هذه نشوفوا مع سي مصطفى حياك المخرج عطينا دوك التصاورات اللي دبرنا عليهم سي مصطفى ونديروا هكذا نهضروا شي شويه عليهم نعاود نرجعك يمكن يعني فيهم الصغير فيهم القديم فيهم الجديد تفضلوا ناخذوا الصوره الاولى هذه الصوره ديال الصوره ديال الابن ديالي تبارك الله ما شاء الله دابا تبارك الله عنده 13 سنه تقريبا
ولكن هذا كان تزدي بواحد المعاناه في الولاده. هو اللي عندي مريض، عندي اونديكاب، عنده كدا صار على ليبيليبسي وكذا، ولكن عزيز عليه بزاف. يعني عنده هو اللي عنده يعني اعاقه، عنده اعاقه يعني ذهنيه وحركيه، وادت له انه اللي عنده داء الصرع، ولكن الحمد لله يعني الحمد لله غادي معاه. دابا 13 عام، شحال كان في عمره ديك غتكون ما كملش عام تقريبا؟ تقريبا شي عام ونص تقريبا، باقي صغير البيسه. كان عيد ميلاد ديالو. شنو الاسم ديالو؟ زكريا. زكريا، انا كنحييك تحيه خاصه هاك، واحد القبله مني يا زكريا، حفظك الله. بارك الله عليه، الله يحفظه، الله يصلحه، والله يجيب الشفاء. امين يا ربي، امين. طيب نواصلوا. هذه في القاهره في دار الاوبرا ديال المصريه. انا عندي نفس الصوره ديالها في راسك. غير انا جديد عليك، اللي جديد شويه انت. هذه اش من ساعه؟ هذه سنه 2000. السنه باش كنت جيت من مصر وكنت لقيت كدير لونسيتي الخبر برنامج رباعيات، ايام اتصلتي بيا. ايام رباعيات عام 2000. كان ديك الساعه مشيت للمسابقه مهرجان القصيد. الهامش المهرجان ديال الاوبرا، كانت الدوره التاسعه. وعيطوا لي الدوره العاشره، ولكن كانت عندي ظروف صحيه ما استطعتش اني نمشي. مشيت هذه السنه هذه فقط. هذه السنه كنت يعني دابا مره واحده كنت شاركت في هي في عام 2000 2001. عيطوا لي ولكن ما كانش ظروف كانت تسمح. ومن بعد صافي بقات الامور ان شاء الله تكون ان شاء الله. على ربي، على ربي. علاش؟ لان هذيك الصوره كما قلت انا واقيلا تصورت عندي وحده بحالها، يعني نفس المكان حيت دار الاوبرا. وراه حدا تما واحد المسجد باقي نعقل، صليت فيه وتلاقيت مع الممثل طارق دسوقي، واحد الممثل مصري. وتلاقيت كذلك مع كان مدير المهرجان هو السي حسين فهمي، مهرجان السينما، التقيت به هو كذلك. يعني كانت هنا في دار الاوبرا، كانت الموسيقى، ولكن كانت الحفنه، ولكن كان تقريبا حتى السينما كان في ديك السنه، كان في ديك الفتره كاين. كيجيو ممثلين كيحضروا يعني، وكتلقى واحد الرواج دار الاوبرا. عندهم واحد النظام، واحد الرواج الموسيقي، واحد حبه زعما حنا كنتمناو في المغرب زعما تكون لنا واحد الاكاديميه ديال الفنون. ان شاء الله باذن الله. حقيقه القاهره يعني كما تنقولوا بلد الفن والثقافه حقيقه. هذه في مسرح محمد الخامس في 2010 كنت نظمت سهره، وكانت مشكور سي محمد بن حسين، يعني كان عطاني المسرح وخلصوا لي البلاطو كامل بالموسيقى بكل شيء. ودرت سهره العندليبين، درت ريبرتوار لعبد الحليم حافظ، ريبرتوار المرحوم سي محمد الحياني. نعم الحمد لله. وكانت سهره في مسرح ناجحه، سهره هذا دليل ان يعني الناس كيبغيو الطرب. تصور انت محافظ عليه دائما، لقيتي غادي في هذا المسرح. كنغني وصلت ل 11 والناس والله حتى حد ما خرج كيقول لك واش باقيين زايدين، حنا البروغرام تسالى. ويعني الناس متعطشين للالوان الطربيه صراحه. هذه قديمه هذه، قلتي 2010. 2010 وانا قلت لي حضرت لك غير هذه واحد الشهر وشهرين. نعم هنا في الدار البيضاء في كازا، وشفنا حنا الحمد لله لاصال كلها مملوءه. كنتي انت وكان معك سي محسن صلاح الدين. كان محسن صلاح الدين، وكانت معكم الفنانه ناديه لطفي. اييه ناديه اكيد. طيب هذه الصوره ديال ابديري الله يرحمه. انا تعمدت انني اولا منها نترحموا على الوالد ديالك، ومنها نحيوا الناس للامن الوطني، والناس ديال الدرك المدني، وديال القوات المساعده، وديال الوقايه المدنيه، كاع الناس اللي كيسهروا على الامن ديال البلاد وعلى امن المواطن، وكذلك الجيش الملكي. نعم كانوا من الناس ديال الجيش ديال المقاومه. من بعد كانوا زلهم، يعني كان اول فوج ديال الشرطه في المغرب، كان من الاوائل. الله يرحمه، الله يرحم جميع اموات المسلمين. هذا بحال واحد مثلا كيكون باه مثلا بوليسي، كيطلع حتى هو بوليسي. انت ما طلعتيش؟ لا ما طلعتش. ما عمرك فكرتي؟ لا ما عمري فكرت. خوتك؟ لا لا حيت هي شويه كتكون متوالته يعني في اغلب الاحيان، ماشي دائما طبعا. طيب نشوفوا صوره اخرى. هذه صوره في واحد المناسبه عائليه مع الام ديالي رحمه، الأخت ديالي الحياة. طيب الله يطول في عمرها، الله يخليها لنا بركة إن شاء الله. طبعا الأم ديالك هي اللي حداك أكيد. واه هذه الصورة هذه في مسرح محمد الخامس، كانت سهرة نظمها الفنان المقتدر الملحن سي عزيز حسني، وكانت مشاركة فيها المطربة الكبيرة ديالنا نعيمة سميح، وكنت أنا عندي واحد الحضور لا بأس به في البدايات. يعني باقي كتجيك أنك تغني أغاني الفنانة نعيمة سميح؟ ولا هي ضروري خص يعني فنانه هي اللي تغني؟ لا انا مع داك الشطر ديال ان نبغي نسمع اغاني مطربه باصوات نسائيه، واصوات مطربين رجال، واصوات رجاليه، كتبقى داخله فيها حتى الطبقه الصوتيه. نعم. حتى بزاف الامور، ولكن ما كاين مشكل. مره كنتغناو باغاني. وانت كتقول مره خص يكون واحد الاستفزاز للجمهور. يفو بروفيكي لي جون، ولكن بطريقه ايجابيه طبعا. ان شاء الله نسمعوك في اغاني يعني فنانات مغربيات. هذا لا ديفا نعيمة سميح ان شاء الله في كل فرح ان شاء الله. طيب نكتفيو بهذا القدر، ودائما كنتمنى لك حظ موفق ان شاء الله. بارك الله فيك. ومازال بغينا نسمعوك، مازال نعاودو نقلبوا شي شويه في الاغاني القديمه. واحد من الاغاني اللي تكلمت انا وياك، انا كنت صغير وكان واحد الفنان سميتو عماد عبد الكبير،
دونك وكان مات صغير اعتقد مات صغير تبان يعني وما خداش حقه بزاف. كانت واحد الاغنيه دائما كانوا كيدوزوها في القناه الاولى انا ذاك كنت انا حافظ شنو كنا حافظين احنا ديك الساعات كنقولوا اه لا في هي ديال راجع لي ثاني بالافراح راجع لي ثاني بالافراح حتى نذكروا بها زمان جميل. هي من كلمات سي محمد رؤوف من الالحان المرحوم سي محمد بالخياط اكيد مبدع وكان لحنه كذلك تلقى القطعه ديالو ديال وحبابنا محنا ملقاكم يلا نسمعوا انا اليوم نرجعكم اللور مزيان تفضلوا تفضلوا رجعلي تاني بالأفراح باغي تفكرني في اللي راح ورجعلي تاني بالأفراح وباغي تفكرني في اللي راح وجايب مشموع يذكرني أو قلب مغروم أو قلب مغروم يحيرني ورجعلي تاني بالأفراح باغي تفكرني في اللي راح وراجعلي تاني بالأفراح باغي تفكرني في اللي راح وجايب مشموع يذكرني أو قلب مغروم أو قلب مغروم يحيرني
ترجعلي تاني راجعلي تاني بالأفراح باغي تفكرني في اللي راح راجعلي تاني بالأفراح وباغي تفكرني في اللي راح وجايب مش مو يذكرني او قلب مغروم او قلب مغروم يحيرني او ذكريات كلها ثوان اتفكرني بايام رضاك او ذكريات كلها ثواك وتفكرني بايام رضاك وراجع راجع راجع لي تاني تبارك الله عليك شكرا. هذه طبعا كذلك من الروائع المغربية الروائع وهذا ملحنها سي محمد بالخيط هو اللي طبعا صاحب أغنية كذلك الغربة والعشق القديم ديال محمد الغاوي أكيد. طيب يحيى أنا تنعرف بأنك أنا عندي واحد الفقرة تندير مفاجأة لضيوفي وكنت تنعرف أنك تحب وتكين كل احترام لواحد الفنان واحد أستاذ وزال صديق ديالنا اللي هو الفنان المطرب والملحن والعازف سي محمد الزيات هو معنا مباشرة. الله ودي سي محمد مساء الخير. مساء النور سليمان. أهلا وسهلا تحية للطاقم التقني ديال البرنامج. الله يبارك فيك ديال شارة تي في والمحبين ديالك والمتتبعين ديال الصالة الجميلة ديالك في دندنة. الله دائما راقي وكتستضيف فنانين راقيين بالمستوى الراقي الحمد لله. الله يبارك فيك أولا شكرا لك وتوحشتك واخا ما تشوفناش شي 15 يوم ما تشوفناش انا وياك فسي محمد لان كنا غنتصلوا بك قبيله ولكن منين الاخوان في لاريجي عرفوك باقي ما وصلتيش للدار فقلت لهم خليو توصل للدار لان بشويه عليك الحمد لله انت دابا في دارك درت هذه المفاجاه لحسن صابر تعزك وكيحبك وهذا وانا قلت له شوف قلت له المهم انا درنا نهضروا معك فشنو ممكن دوزنا واحد الحلقه في الاول هذا يعني دوزنا تقريبا هذا النص ديال الحلقه ترى ب 100% فشنو ممكن تقول لي على يحيى صابر؟ اذا غنتكلم على الفنان يحيى صابر الفنان غنتكلم على مطرب الزمن الجميل مطرب ولد في زمن غير زماني لأنه يتواجد الآن في زمن قل في الأصوات الطربية وقل في معنى نسبيا السمعة التي تحصل من الأصوات الطربية مع الأسر الشديد يحيى صابر الفنان محتضن للرقي والجمال بكل تجلياته فنان رائع جدا على مستوى الأداء المتزين واحترامي للكلمة الراقية الحديثة نعم. واللحن المؤثر والأداء الجميل والرجل عنده إحساس بالرسالة الفنية بكل ما في الكلمة معنا فإن شاء الله ناك شوف أدعوك باش غادي بطبيعة الحال ملي غنكملوا الحلقة غتشوفها وغادي تعجبك والأكيد غتلقى الأذواق ديال بزاف ناس السميعين اللي غادي تعجبهم الحلقة لأن كيبقى من الأصوات الطربية وكيبحث أنا اللي تيعجبني فيه هو أنه تقلب على الأغاني شوية اللي قل ما سمعناها وتحفظ تحفظ حفظ تبارك الله عليه إن شاء الله مشاهدك أولا أحد قدير تنخصص في الفرصة بجنبها نعم يحيى صابر يمكن لك تسمعنا عنده دعاء الشرق وتسمعنا عنده رحيلة وتسمعنا عنده الكرنك والجندول وتسمعنا عنده هذه التي وتسمعنا عنده إنام وليمتي نعم. وسمع عنده الأحجام ما بقى يغنيها حتى شي واحد الأصوات الآن على أسر شديد الأصوات الآن تعتزم أنها تطرب وتغني لا تتجرأ على الاقتراب نعم. من هذه الأغاني الصعبة جدا والتي تحتاج إلى صوتية مهمة جدا وإلى الإمكانيات رائعة وإلى تقنيات من نوع خاص أكيد درنا في الأول غادي إحنا اليوم درنا قصة الأشواق وانا مع عمره ما تغنت عندي في البرنامج كسوش اشواق ديال طبعا المرحوم سي محمد الحياني فكذلك في هذاك الابداع وابدع فيها واعتقد انه اتقنها
ان شاء الله كيبقى الحكم لكم انتم غادي تفرجوا من بعد. لا لا شهادتي شوف شهادتي مروحة انا والعادي كل المختصين المغرب يعترفون بكفاءة هذا الصوت وبإتقان الشديد لجميع الالوان الغنائية العربية المغربية والشرقية على القدس. لو كان الحياة صابر بالقاهرة لاكتسح على دار الأوبرا على طول برنامجه السنوي ولاكتسح جميع المهرجانات العربية والمغربية لأنه سيكون له باع طويل وهو أصلا له كعب عالي في المجال. طيب كيفاش تفسر أنه يالله مرة واحدة شارك في دار الأوبرا في عام 2000 ولا 2001 وهذا إجحاف حق صوت راقي جدا صوت يطرب صوت يغني يطرب صوت يغني. طيب طيب سي محمد سي محمد سي محمد كيفاش ممكن كيفاش غنوصل كيفاش يوصل دابا هو يعرفوه المسؤولين على البرمجه في دار الاوبرا مثلا؟ وا سي محمد كتعرف لنا دابا خاص المتعاونين صح خاص الناس اللي يشتغلوا مع خاص الاداره الفنيه خاص الاداره الاداريه واش خصو خصو عمر هادشي واش خصو باه عمر يكون عنده الحياه طويله خاص يدير الدوله الجميله. طيب تنظن المهم الفكره راه وصلت. انا بغيت نهضر معك شي شويه عليك انت عاوتاني راك غبرتي علينا ما تبخلش علينا بالابداعات ديالك اش كاين ان شاء الله قريبا قريبا ان شاء الله كنعمل مع سي محمد الباتولي كنعمل مع سي استاذ عبد الرحمن معروف نتمنى الله يكون الامكانيات توفر لنا الامكانيات ان شاء الله باش نخرج داكشي للوجود باش يتمتعوا به الناس ويعرفون انا باغي نشتغل الحمد لله. أكيد نطلب الله تيسير وإن شاء الله تكون شهادة تي في هي السباقة للعمل إن شاء الله. إن شاء الله طبعا ترى خونا وصديقنا وسنوات حكاية وهذه الدار داركم بيان سور. فنخلي نخلي شكرا لك انا من عندي شكرا وسلم لي على المدام وعلى الوليدات جميعا. تحياتي سيدي محمد زياد تحياتي. وتفضل خليك معك يحيى او تفضل. وصراحه سيدي محمد زياد انا كذلك شهدتي فيه مجروحه لانه عارف راسو عزيز عليا بزاف وكنقدرو كانسان اولا وكفنان يعني الراب الفنانين تيحبهم تيعطي ما تيبخلش بالنصائح ديالو بالارشادات ديالو وانا خجلني بهذه الشهاده الكبيره والقوية في شخصي المتواضع البسيط جدا. نتمنى نكون عند حسن ظن وعند حسن الآخرين إن شاء الله. نعم إن شاء الله بإذن الله يوفقك. شكرا أستاذي بارك الله فيك سيدي محمد. بارك الله فيك سيدي محمد. شكرا يلا حفظك الله يلا تحياتي سيدي محمد نتصلوا من بعد إن شاء الله. يلا مع السلامة مع السلامة. طيب كان هذا سي محمد زياد كذلك من يعني كيبقى واحد من الفنانين اللي دار البصمة ديالو في الموسيقى المغربية كمطرب وكملحين في الأغنية المغربية طبعا كمطرب كملحين ككوتش أكيد كمؤطر هذا هو اللي أهم صح صح. أعتقد غادي كما قلنا سمعنا شوية طرب ولكن غادي نصادفوا فنان وكذلك عنده واحد تجربة في الميدان ولكن كان كيغني الشعبي وتغني الراي وتغني أنماط أخرى. حنا غنديروا شي شوية ديال ندير واحد الفاصل معاه ثم غادي نبقاو في جو الطرب ولكن غادي نتعرفوا على فناننا اليوم بعد الفاصل. عدنا معكم أحبائنا الكرام نواصل بقية حلقة اليوم من برنامج دندنة مع عماد على القناة الفضائية شهادة تي في. طبعا كما قلت لكم هي الحلقة دايزة طربية ولكن أكيد غندخل عليها شوية ديال الأنماط غنائية شوية الراي شوية الشعبي ربما الرقادة رفقة الفنان رفيع. أهلا بك رفيع. مرحبا سيدي عماد وأنا جد فرحان أنني نتواجد معك اليوم ومع الطاقم الجميل ديال شهادة تي في وكنتمنى ان شاء الله نكون خفيف ظريف عليكم شويه ان شاء الله. الله يبارك فيك رفيع انا تنعرفك سنوات دزتي معايا في عده برامج واعتقد برامج سهره معك الليله في 2008 او 2009 في دوزام ويعني وانت يعني بديتي كذلك صغير يعني تقريبا عندك من سنه 2001 وانت كتدير البومات فتكلمنا على اهم المحطات تقريبا دابا هذه ازيد من 20 سنه اهم المحطات ديالك. المحطات كما كتشوف سي عماد يعني خدمت خمسة الألبومات شعبي يعني يام الكاسيت والسي دي كما كنقولوا وعندي دابا تقريبا ستة ديال لي فيديو كليب الراي ودرت كوفر ديال روبريز ديال أفلاك تعال نقول ليك نعم. كانت لقات نجاح كبير. درت كوفر ديال الفنان الكبير محمد راي فنان ديالنا كنوجه ليه تحية ودرت ديو مع الفنانة القادرة رشيدة طلال
يعني كاين عده اعمال. طيب دابا انت حاليا مستقر في الرباط؟ انا كنديبلاصا من الرباط مراكش. دونك ما كنتي كتخدم هنا في حفلات في بعض المحلات، ولكن اعتقد دابا درتي مجموعه ديالك؟ انا دابا درت مجموعه ديالي وكنخدم دابا غير في حفلات هكا سهرات، يعني ما بقيتش كنخدم يوميا كما كنقول. ثم الوقيته اللي كنت كنعرفك انا كنت كتغني الشعبي والراي، دابا طورتي الامور بديتي كتغني شويه ديال الطرب، شويه ديال المغربي الطربي الخفيف كذلك. دابا شويه يعني شوف حنا كما كنسيروا الموجه، دابا حنا كنسيروا الموجه يعني كندندنوا هكا شويه، مي الاختصاص كيبقى الراي الشعبي، راه الراي الاختصاص ديالي. وصوبتي شي حاجه مثلا شي سينجل جديد مثلا مؤخرا، اولا غتصوب شي حاجه؟ لا عندي فيديو كليب خدمته يلاه نزلته على القناه ديالي، لكن القاء يقبل الحمد لله. شنو النمط هو؟ راي 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 فيها يعني فنانين مغاربه اللي اشتغلوا معايا على الاغنيه. طيب بالتوفيق رفيع، فإلى بغينا نسمعوا مازال مازال. مرحبا نسمعوا منك. مرحبا سيدي، يلا تفضل. الله يعاونك. سالوا لي عليها وجيبوا لي اخبارها، الى راهي مغبونه ولا مهنيه، يا ولا مازال هتجبد علي، يا بلي نبكيكي نتوحشها، باش الا ولات لي سيطة دير تبغي، مازال مازال عشقك في البال نسك محال، يا اللي نسيتينا ولا طوالت لامار، حق مثل قدار مالكاش نهار، تجي تسقسي علينا ومازال مازال عشقك في البال ننساك موحال، يا اللي نسيتينا ولا طوالت لامار، حق مثل قدار علينا. حياتي بلا بيك غبينا والعيشة مرة قول ربي خلق غير انتي، يا غير انتي غير انتي، فيني زيتيني مين مشيتي عليا، حنانتك ها مازالها فيا، عيشي حياتك ولا حق روك ولي ليا ولي ليا، ومازال مازال عشقك في البال ننساك موحال، يا اللي نسيتينا ويلا طولت لامار، وربي عالم بالله هي غلطان،
ولد العمار حكم الأقدار ملك الجنهار هجيت زغزي علينا. شكرا. معنا تبارك الله لك رفيع. كان هذا فاصل غيرنا به شوية النمط الطربي وعود الرجوع عاوتاني كذلك. فإذا بغيت نتكلم معك مثلا عندك كتشارك كذلك في سهرات خارج أرض المغرب؟ شارك ضروري كنمشيو نحيو حفلات مع الجالية المغربية اللي كنا نوجهو لهم التحية يعني فيما كيحتاجونا كنلبيو لهم الطلب ديالهم. خصوصا يعني الجالية دائما الجالية المغربية ومغاربة العالم تكون في أمس حاجة كيبغيو يسمعوا للشعبي يسمعوا كذلك الرأي وأنماط أخرى. بحكم يعني ملي كتغني الأغنية مثلا على الغربة ولا على المهمة ولا هادي يعني كيكونوا هما متشوقين أنهم يسمعوها بحال هاد الأغاني هادو. حنا دائما كنحاولوا نصروا على أننا باش نوجدوا هاد المواضيع هادو باش الوقيته يعني ملي كنمشيو كنتلاقاو معاهم يعني كما بحال كنواسيهم يعني معنا الغربه. بون الغربه فواحد الوقيته ماذا الغربه ما بقاتش تنضن هاد جينيراسيون جديده. دابا ولات وسائل المواصلات والتنقل سهله ولاو لي بروموسيون في لي بي دافيون ولات مثلا حتى الناس مع التليفونات ومع دابا الفيديو تواصل ما ولا شويه قريب كانت الغربه شحال صعيبه حقيقه. في الثمانينات والتسعينات وحتى في بدايه الالفينات كان صعيب لان الانسان كان كيمشي ويجي مره في العام وما يهضرش في التليفون الا على شحال مع الوالدين او مع العائله. فكانت حقيقه صعيبه. ما دابا الامور تغيرات التكنولوجيا وياك يتفق معايا يحيى اعطت شي اشياء ايجابيه ولكن كذلك اعطتنا السلبي كثير. صح صح. انت مع يعني ولا ضد هذا كل ما هو تكنولوجيا جديده؟ هي تكنولوجيا سيف ذو حدين واي ابتكار ولا اي حاجه جديده كتكون لابد فيها الايجابي فيها السلبي والانسان تيبقى اختياري عنده لان كتاخذ ايجابي منها مثلا التواصل والتقارب معلومات شي وقت كتشوف دول العالم كتشوف شي اخبار يعني ممكن صعيب باش توصل لها كتوصل حتى عندك حتى البيت ديالك. ولكن عاوتاني الانسان يفرق الوقت ديالو ديال العمل الراحه يبعد على ديك المواقع اللي فيها التفاهات لان ولات كثيره التفاهات باش دير البوز باش دير حوايج. ولا سولناك رافع مثلا كون خيروك يقول لك اودي واش حسن التليفون بالانترنت او لا كون بقينا عايشين في زمان باقي ما كاينش الانترنت وما فيش هذا التليفون بالطريقه هذه؟ هي يعني الزمن اللي ولا يعني كما كنقولوا الزمن هو مزيان وخايب يعني في نفس الوقت. يعني شحال هذه كانت ديك اللمه كنا كنجمعوا مثلا في الدار وكنجلسوا يعني كنجلسوا مع الوالدين ديالنا وكيحكيوا لنا مثلا قصص ولا كيعاودوا لنا شنو دوزوا يعني كانت واحد اللمه زوينه. مي دابا ما بقاش داك الشيء ولا يعني كنا كنجلسوا دابا في الدار كل واحد هاز التليفون ديالو وكل شيء يعني مشغول في التليفون. هادشي اللي الجمعيه وديك اللمه ديال مثلا تعمر واحد بريد ديال اتاي ولا الصينيه وجالسين وهضر. دابا ما كاينش هاد الخطر هذا واقيلا ما بقاش. دابا وليتي كتجلس انت ولدك في الحف واحد وانت ما كتهضرش معاه وما كيهضرش معاك. كان التواصل حتى مع الجيران حتى مع كتلقى واحد التواصل تلقائي عفوي. دابا الناس كما قلتي في المنزل جالس ولا في المقهى كل واحد شاف التليفون ديالو إلا شارك معك شي حاجة شي فيديو ولا شي خبر تيقول لك شوفوا صافي ما طيب نرجعوا أنبغيو نسمعوك في الأخير رفيع ولكن نسمعوا شي حاجة الشعبي ولا ديال الرقادة ولا شي حاجة نخليوها هي في آخر الحلقة ونرجعوا معك يحيى الصابر نعاودوا نرجعوا لجو الطرب إن شاء الله مع شي حاجة من الحليميات إن شاء الله. شنو تسمع شنو تسمع؟ أول مرة تحبي قلبي. أول مرة تحبي قلبي تفضلوا. على نار الحب قالولي ولقيتها من الجنة. أول مرة تحب يا قلبي أول يوم أتهنى. يا ما على نار الحب قالولي ولقيتها من الجنة. ليه بيقولوا شجن ودموع أول حب
الحب يمر عليا أدل الدنيا فرح وشموع ليه بيقولوا الحب يا سيا ليه بيقولوا شجن ودموع أول حب يمر عليا أدل الدنيا فرح وشموع افرح واملى الدنيا أماني لنا ولا انت حال عشق تاني افرح واملى الدنيا أماني لنا ولا انتم حال عشق تاني أول مرة تمر بقلبي وانا هايم في الدنيا غريب ولا احكي ولا اخبي ولا اوصف لكل حبيب اول فرحة تمر بقلبي وانا هايم في الدنيا غريب ولا احكي ولا اخبي ولا اوصف لكل حبيب افرح واملى الدنيا أماني لنا ولا انت حاني عشق تاني افرح واملى الدنيا أماني لنا ولا انت حاني عشق تاني أول مرة أول مرة شفايفي شايلة سلامك شايلة أمارة حبك ليا قلبي يعيد لي كل كلامك كلمة بكلمة يعيدها عليا لسه شفايفي شايلة سلامك شايلة أمارة حبك ليا افرح واملى الدنيا أماني لنا ولا انت حان عشتاني افرح واملى الدنيا أماني لنا ولا انت حان عشتاني أول مرة أول مرة أول مرة تحب يا قلبي أول يوم أتهنى يا معلى نار الحب يا لولي ولقيتها من الجنة أول مرة تحب يا قلبي أول يوم أتهنى يا معلى نار الحب يا لولي ولقيتها من الجنة أول مرة شكرا تبارك الله عليك يا سلام يحيى. فتقريبا جينا لاخر الحلقه كانت متنوعه مازال غنسمعوك رفيع. مرحبا سيدي. حنا مخلين لك كيما تنقولوا نايضه نايضه شويه. مرحبا مرحبا نايضه مرحبا على الراس العين سيدي. الله يبارك فيك. سيرتو عندك اكسبيريونس يعني عندك تجربه كيما كحال في الميدان يعني رافقتي العديد من الفنانين على مستوى الاغنيه الشعبيه والفنانين المغاربه والفنانين الراي. فتكلمني على هاد التجربه ديالك يعني مع الفنانين. التجربه ديالي البسيطه يعني مع الفنانين الحمد لله يعني كاع الفنانين المغاربه راه كنعرفهم يعني واحد بواحد واشتغلنا يعني جميع وكانت تجربه يعني زوينه تحت ليا فرصه والحمد لله انا جد فرحان بها باش نكون باش تواجدت مع دوك العمالقه يعني ديال الفن الشعبي والراي ونتمنى ان شاء الله تكون مسيره مزيانه. وكيكون واحد التعاون بيناتكم خصوصا مثلا دابا الفنانين لما مثلا كيتلاقاو مثلا برا مثلا في سهرات اوروبا تما فين كتعرف الفنان تعرف العلاقه لان كيقول لك صاحبك تعرفه في السفر مثلا ملي كنكونوا في شي سهره غنكونوا مثلا جوج ديال المغنيين الشعبيين ولا مثلا الراي كنكونوا كنتفاهموا شنو غادي تغني انت في البروغرام شنو غادي نغني انا
كنحاولوا يعني نتراضوا بيناتنا ما كيكونش داك التنافسي شويه غير الشريف. انا كنشوف الحمد لله كما كيعرفوني الفنان كيكون واحد التنافس يعني شريف، والحمد لله ملي كتكون النيه صافيه راه كتكون الامور مزيان. لان كاين بديت كنشوف بعض الفنانين ملي كيكونوا فشي سهرات كنشوف بعض الفنانين مثلا كاين فنان مبرمج مثلا عبد العزيز الستاتي هو مبرمج هو الاخير كيطلع شي فنانه او فنان تيغني اغاني عبد العزيز الستاتي كيغني لي اغاني دونك هنا بعض المرات كتكون شويه قله احترام هذاك الشيء اللي كاين. ولكن لما كيكون شوف كيكون صاحب الاغاني حاضر معاك ما يمكنش تغني الاغاني ديالو يعني. والحمد لله احنا شوف احنا ملي كنكونوا مثلا في سهره ولا مهرجان ولا شي حاجه كتحاول يعني تغني الاغاني اللي حافظ الجمهور اكيد يعني ما يمكنش انت تخدم واحد الاغنيه ولا تغنيها والجمهور ما عارفاش يعني خصك خص يكون واحد التفاعل ديال الجمهور هادشي اللي كنحاولوا نديروه. على اي بالتوفيق رفيع وان شاء الله مازال ديالنا نسمعوك نبقى في الاخير نبغي نعرف كاين شي جديد غادي يكون عندك يحيى صابر خدام على شي حاجه شي اغاني جديده او شي سهرات او شي كونسيبت. عندي ان شاء الله شي كونسيبت ان شاء الله دافع لوزاره الثقافه واحد التصور ان شاء الله على تصور مجموعه السهرات بواحد التركيبه معينه دافع لوزاره الثقافه اضافه على الفكره اللي كنت ذكرتي قبيله ديال اعاده الاغاني الطربيه. هذه الفكره ديالي هذه معلومه هذه ان شاء الله غتسلم ان شاء الله غتسلم. وعندي شي تسجيلات مع شي ملحنين ان شاء الله شاركت علينا في الاختيارات بالنسبه حنا اللون الطربي كتولي كتشوف راسك انت داخل في النوع ديال الصوتيات في الانتاج كتلقى كاينه مشكله باش تنتج اللون الطربي دابا يعني واخا بتوزيع جديد وكذا فكيتطلب مجهود ماشي مثلا بحال الفردو اللون اللي قال الاستاذ مثلا الشعبي او الراي يعني متداول مع السمعه شريحه كبيره فالطرب خصك تعزل شي حاجه وتكون في المستوى اللي تعطيك ديك الانغام اللي كتبغي وديك المقامات والشعر يكون ضخم والالحان كذلك وتلقى التجاوب تلقى الناس تلقى ان شاء الله يعني هذا ان شاء الله نتمنى ان تكون هذا بالتوفيق. شكرا لك على الحضور ديالك معنا. بارك الله فيك دائما كذلك رفيع. شنو غتسمعنا في الاخير حلقه؟ غادي نسمعوا شويه ديال الرقاده ان شاء الله. الرقاده نشخدوها شويه يلاه نشخدوها. بارك الله عليك وبحط واحد موفق. شكرا لكم جميعا. شكرا الأصدقاء الفنانين الموسيقيين شكرا الفريق التقني هذا عماد يحييكم الف تحيه تلقوا الأسبوع المقبل بحول الله إلى اللقاء. بابور جابني هنا مانيش منا مانيش منا مانيش منا غير البابور جابني ويا مانيش منا مانيش منا
مانيش منا وغير البابور جابني ويا منا وغير البابور جابني ويا مانيش منا مانيش منا مانيش منا وغير البابور جابني ويا. شكرا وتبارك الله عليكم.